أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أفتى فضيلتكم بجواز كف المرأة في خارج السعودية وجهها في السفر أو في بلادها؟ لا إن شاء الله لا أفتي بها. المرأة مسلمة في أي مكان، تحتجب في أي مكان لأنها مسلمة، تتمسك بدينها في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، إن تقوى الله الحجاب على المسلمة. نعم انتهى، أحسن الله عليك. الله تعالى.